خلاص انا بس عايشه عيشه مقهوره في المكان ده، مش مشكله. طب دلوقتي انا بس في حاجه كده جزء صغير انا زودته على المحاضره اللي فاتت، هرجع اشرحه عشان جالي اسئله كتير في النقطه دي، فانت هتاخدوها بالتفصيل. هو ابتدى مش واصل ليه؟ هو في ايه؟ هتاخدوها بالتفصيل يعني بعدين ان شاء الله، بس انا هقولها كفكره عامه علشان الناس بس ايه، ما يعني ناس كتير سالوني في الحته دي، سالوني. ما ينورش، انا ما عنديش مشكله. بتاع ده هيشتغل كمان شويه. هي كل حاجه بقت كويسه وبقى معايا ميكروفون وبقيت زي الفل الحمد لله. اللي هنتكلم فيه النهارده ده بس عشان ناس كتير سالتني في النقطه دي، فهقولها علشان تفهموا وانتوا بتحلوا بعد كده ايه اللي بيحصل. اوكي، في حاجة اسمها نايكوست كرايتيريان. ايه حكاية النايكوست كرايتيريان دي؟ ملهاش دعوة بنايكوست تريت، يعني هي يعني anyway يعني ليها دعوة، بس احنا مش هنشرحها كأنها ليها دعوة، خلينا نتكلم عليها حاجة لوحدها كده. بيقولك ايه؟ بيقولك انت الترانسميتر قبل ما يبعت، احنا شفنا المرة اللي فاتت اللاين كود، عارفين اللاين كود اللي هو ايه؟ بتشوف بتقرر انك هتعمله يا واحد يا صفر، مثلا الصفر هيبقى شكلها عامل ازاي، الواحد هيبقى شكلها عامل ازاي، هتعبر عنها ازاي، تمام؟ بعد كده في حاجه بنسميها بالس شيبنج. يعني ايه بالس شيبنج؟ يعني انت بقى البالس نفسها تاخد شكل معين، ممكن يبقى بلوك موجود وممكن ما يبقاش موجود. بعد البالس شيبنج ده بيبقى فيه الشانل، بيبعت على الشانل، تمام؟ بعد الشانل لو انت عامل بالس شيبنج شكل معين، او لو الشانل ليها تاثير، او لو الشانل ليها تاثير معين، فانت بتحتاج تعمل ريسيفر يبقى فيه فلتر بحيث ان انت تشيل تاثير الحاجات اللي حصلت دي كلها، تمام؟ الثلاثه بلوكس دول احنا عايزين نشوف، احنا عايزينهم الثلاثه سوا، هما ورا بعض، معنى ان هما ورا بعض يبقى الترانسفير فانكشن بتاعتهم هيحصل لها ايه؟ في الفريكوانسي هتضرب في بعض اللي هي ترانسفير فانكشن بتاعتنا، بينما الايه؟ الامبلس ريسبونس هو كونفوليوشن لبعض، صح؟ تخيلوا بقى الثلاثه كده ورا بعض، انا عايز اجيب الايكويفالنت بتاعهم. المفروض ان الايكويفالنت بتاعهم يبقى عباره عن ايه؟ انت بتخيلك كده، المفروض الثلاثه يبقى الايكويفالنت بتاعهم عباره عن ايه؟ شكله عامل ازاي؟ واحد كفي الفريكوانسي ولا في الفريكوانسي اللي هي ايكويفالنت لايه في التايم؟ لدلتا، صح؟ اللي هي دلتا، يعني عشان لو يبقى اللي داخل هو نفسه اللي خارج بالظبط. الكرايتيريا دي بتتكلم انها بتقول انا لو انا عايزه distortionless baseband binary transmitter in absence of noise، لو انا ما عنديش نويز خالص، فانا لو عايزه الكلام ده كله ما يحصلش فيه مشاكل، انا مش محتاجه زي ما انتوا بتقولوا ان هو يبقى دلتا يبقى دلتا، او انها تبقى في الفريكوانسي دومين واحد بواحد بالظبط، لا، ممكن اتخلى عن ده شويه واقول ان الاوفر اول سيستم عشان ييليمينيتس الانتر سيمبلز انترفيرنس، عشان الحاجات ما تخشش في بعضها، انا هبص على سامبلز في لحظات معينه بس، مش لازم ابص على كل الشكل ان هو يبقى بالظبط الشكل هنا هو نفس الشكل هنا، ممكن ابص على لحظات بالظبط بحيث ان السامبلز taken at intervals tb provided that it satisfies the equation، لازم تساتسفاي الايكويشن دي. الايكويشن دي ترجمتها ايه؟ ترجمتها ان انا عند اللحظات بتاعه التي بي تبقى كلها بصفار ما عدا هنا تبقى بواحد. الايكويشن دي بتقول كده، بتقول ان هي تبقى في واحد عند الزيرو وبقيه الحتت عند تي بي و2 تي بي و3 تي بي تبقى بايه؟ بصفار. الشكل ده كان بي ساتيسفايد بالدلتا اللي انتوا قلتوا عليها او بشكل تاني، صح؟ حاضر حاضر. انت بيبقى عندك بعد ما بتعمل لاين كودنج بيبقى عندك بتبقى داخل على تشانل بعد كده، صح؟ قبل الشانل بنعمل حاجه اسمها بالس شيبنج، ممكن يتوجد وممكن ما يتوجدش، اللي هو هناخد شكل البالس نغير في شكلها شويه، والشانل نفسها بتغير بيبقى لها بيرفورمانس معين فبتغير في الشكل. الناحيه الثانيه عند الريسيفر بعمل تغيير للشكل برضو، ممكن اعمل حاجه تعكس التاثير اللي انا عملته في الشانل وفي قبل كده. كل ده على بعضه انا امنيه حياتي ان هو يبقى عباره عن ايه؟ دلتا في التايم دومين، صح؟ فيبقى صفر واحد. جاء قال لك ايه؟ قال لك ريلاكس الموضوع ده شويه.
ما تحلمش بالدلتا دي، لان الدلتا دي مش هتتوجد. انت يكفيك انك تحلم بان في اللحظات اللي انت هتعمل فيها سامبلينج عشان تاخد قرار يبقى عندك عند الزيرو بوان وعند تي بي واتنين تي بي وتلاتة تي بي بزيرو. لو انت قدرت تخلي التلاتة بلوكس دولة الاكويفلن بتاعهم اي شكل، بس بحيث ان هو يبقى بوان عند الماكسيموم عند الزيرو اللي هو يعني الامبلس ريسبونس الايكويفالنت امبلس ريسبونس بواحد عند الزيرو وبزيروز عند كل اللحظات السامبلينجز الاخرى، فيبقى انت كده حليت مشكلتك صح. حلو. الشكل ده ابسط شويه في ان احنا نحصل عليه من ان احنا نحصل على الدلتا. ممكن ببلس شيبينج كويس وبالناحيه الثانيه بالريسيفر كويس مع الشانل نقدر نحصل عليهم فعلا. اوكي، ما فيش دلتا اصلا في الحقيقه، احنا عارفين عارفين ان الدلتا فيها مشكله. فالشكل ده بيسمح لي ان انا مش لازم ابعت البت تبقى مربعه قوي كده. عشان كده ده لما كنت بقول لكم المره اللي فاتت ان الباند ويدث لما بنتكلم على اي لاين كودنج، واجي اقول لك ان اللاين كودنج لو هو بالمنظر ده يبقى الباند ويدث بتاعه واصل لواحد على تي بي. فبعضكم قال واحد على تي بي، احنا طب انت مره قلتي نص تي بي، اشمعنى الكلام دون؟ لان انا مش ببعت اكشولي بشكل مربع كده، انا ممكن اغير فيه اديفورم شويه وده هتدرسوها بعدين. ثيوريتيكلي اقل باند ويدث ممكن ابعت عنده بيبقى الشيب بتاعه نازل عند نص تي بي، نص يعني واحد نص واحد على تي بي، يعني واحد على 2 تي بي خلاص. فده الثيوريتيكلي سبيكينج. فبنقول ان احنا الباند ويدث عندي، ادي ده منظر بيوريك الكريتيريا انا بقولك عليها دي. لو انا اخدت الشكل ده يا جماعه ادي منظر اهو بيتبعت كده. هل ده في مشكله الشيبينج ده؟ لو اخدت اي لحظه انا هبص فيها على البيتس هنا مثلا هتلاقوا ان كل البيتس المختلفه بتجمع لكام، بتوصل لصفر، بينما البيت اللي انا بعتها بواحد ادي واحد جيت في اللحظه دي هنا هلاقيها صفر، هنا واحد، هنا واحد، هنا صفر، هنا واحد، هنا صفر، صفر 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 صفر، يعني هنا مش صفر بقى، هنا مفيش بعت اصلا. واخدين بالكم اللحظات المختلفه كل السيمبلز المختلفه بتجمع لزيرو، فلحظات السامبلنج مش هشوف غير بيت واحده بس المبعوثه، الباقيين كلهم بيجمعوا لزيرو. اتفضلي سؤال. ما انت عايزه كل سوا يساوي فلتر مش واحد لوحده، عشان كده بنعمل ريشيبنج يعني الموضوع بيخش بقى في تفاصيل زياده الريشيبنج ده، وفي حاجه اسمها رول اوف فاكتور يعني في حاجات هتدرسوها تاني ترم اللي فات، بس انا بتكلم هنا على الحته بتاعه الباند ويدث. لان ناس كتير سالتني قالت لي ساعه تقول لنا الباند ويدث بيساوي اف بي، وساعه تقول لنا ان هو لا بيساوي نص اف بي، وساعات بيبقى 2 اف بي. فحابب بوضح بس النقطه دي. اكشولي الباند ويدث عندي لو انا بتكلم بيز باند، فالباند ويدث بيساوي من نص اف بي الى اف بي. لو انا بتكلم باند باس فالباند ويدث عندي بيساوي من اف بي ل 2 اف بي. لو انا شغاله سكوير هيبقى ده، لو انا ببعت الشيب السكوير هيبقى ده، لو انا ببعت باقل ثيوريتيكال ممكن هو هيبقى ده. اقل ثيوريتيكال ممكن هو لو انا بعمل ريشيبنج بالمنظر ده باي وسيله تكون قابله ان انا اوصل الكلام ده. اتفضلي. لما جاوبتي عليها احنا عايزين كل دول سوا مع بعض، دول هم الشانل والبالس البالس شيبنج والشانل وكل ده على بعضه يبقى ايكويفالنت ان في الاخر يجي لي شكل اللي يهمني فيه ايه؟ واحد عند النص ده وصفار عند بقيه كده، ما يهمنيش ان هو يبقى ريكتانجل ولا سينج، ما يهمنيش، انا ببص على النقط دي بس لان دي اللي انا بعمل عندها سامبلنج. اتفضلي. ايوه دي كده مجموعه بيتس مبعوثه. لو بصيتي على التايمز اللي انت هتاخدي عندها سامبلنج هنا هتقري ايه؟ ولا حاجه، مفيش حاجه مبعوثه. هنا انت شايفه ايه؟ واحد صح، وبقيه الحاجات كلها بتجمع لصفر. طب هنا ماينس واحد اللي هو الزيرو ايكويفالنت لوجيك زيرو، هنا واحد، ده واحد، هنا صفر، واحد هنا صفر، وبعدين مفيش 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 مفيش. اوكي اتفضل. دي مجموعه بيتس بعتها بس انا بعتها ريشيبد بالمنظر ده، الايكويفالنت بتاعها وصل لي ريشيبد بالمنظر ده. هل عندك مشكله انك تستقبلها؟
عادي لانك بتبص في لحظات معينه، اللحظات دي بتحقق لك اللي انت عايزه خلاص. ممكن السلايد اللي قبل كذا مسج كذا بيتس ورا بعضها، انا بوريك كذا بيت ورا بعضها ما حصلش فيها مشكله. هو ايه اللي بيخلينا نبعت الحاجه ريكت كده عشان تبقى واخده مكان وبعدين اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها؟ فبقول لك لا، الايكويفالنت كله مش لازم يبقى ريكت على فكره. محدش قال انه لازم يبقى ريكتات جنب بعضها، ده ممكن يبقى شيب كامل معقد وداخل في بعضه عادي، بس في لحظات السامبلنج بيتلاشى. ان انت عندك الايكويفالنت ترانسفير فانكشن بتاعتك بالمنظر ده مش دلتا، فده بيبقى اسهل في انه يتنفس. ان الثلاثه سوا ورا بعض يحققوا لك الشكل ده اسهل من ان هم يحققوا لك دلتا ومفيش حاجه خالص. اوكي اتفضل. ما بنتكلمش عن نويز هنا خالص. تاثير النويز ان هو بتتضاف، احنا هنا بنتكلم على حاجه بتغير الفريكوانسي دومين، شكل الفريكوانسي دومين. حضرتك بس تشرحي الايكويشن دي طبعا بالظبط. الايكويشن دي بتقول لك ان هنا انا عايزه فانكشن ايا كان شكلها، التوتال بتاعي يبقى شكلها ان في اللحظه دي بتساوي واحد، في اللحظه دي بتساوي صفر، في اللحظه دي بتساوي صفر، في اللحظه دي بتساوي صفر. ايه عشان لما اعمل لها سامبلنج تطلع لي دلتا يعني. ماشي اوكي يا شباب. هيبقى نفس الوضع بالظبط، لانه في اللحظات دي هيساوي صفار، هيبقى نفس الوضع بالظبط. ان هو هيبقى مثلا حاجه بتطلع وتنزل كده، فتقول ده مانشستر مثلا اب اند داون اهو، فتتحول ان هو يبقى مانشستر عادي. ايه بولر ما ده بولر، ما الرسمه دي بولر. لا يا لو هي يوني بولر هيبقى بلس وزيروس خلاص مفيش حاجه. ما هو صفر او ما اتبعتش في اليوني بولر ما بتعرفش تفرق ما بينه، يبقى الشيبنج مش هو اللي فارق صح. وده اللي قلنا لك ان في مشكله في السينكرونايزيشن، كنا ان هو مش ممكن لو كده ما احسش ان في حاجه ما بقاش شايفه. تمام. انا بس حبيت ان انا اقول الملحوظه دي علشان الناس تبقى فاهمه احنا امتى بنستخدم الثيوريتيكال مينيمم باندويث بالنسبه لنا. الثيوريتيكال مينيمم باندويث بالنسبه لنا هو نص اف بي، ده الثيوريتيكال مينيمم باندويث. انما لما بنتكلم لو انا هبعتها سكوير كده بتبقى هي بتساوي اف بي على طول. اوكي اللي هو البيس باند، نتكلم بيس باند خلاص. تمام كده خلصنا من الحته دي علشان بس ايه الاسئله كتير اللي جات لي عليها. معلش انا عشان بس الجهاز مش جهازي فانا تايهه شويه. المره اللي فاتت اديتكم انترودكشن على التايم ديفيجن مالتيبلكسنج، النهارده بقى هناخدها يعني باكزامبلز واضحه نفهم تفاصيلها شكلها ايه بالظبط. تايم ديفيجن مالتيبلكسنج، مالتيبل داتا ستريمز ار سنت ان ديفرنت تايم اون ا سنجل شانل، بتسموها شانل لينك ميديوم، هي نفس الحاجه خلاص. داتا ريت اوف ذا شانل از اكبر من السم اوف اول ذا ستريمز صح؟ ما احنا بنجمع حاجات كتير سوا فلازم الداتا ريت بتاعي. في هنا فرق ما بين ان الستريم الواحد ليه داتا معينه، بس انا لما هجمعهم بقى عشان ابعتهم هيبقى لازم ابعت بسرعه اعلى بكتير عشان الحق ابعت الباقيين كلهم صح. داتا ستريمز تيب تيرن تو ترانسميت ان ا شورت انترفال وايدلي يوزد ان ديجيتال كوميونيكيشن نتوركس. طيب بالراحه كده نبتدي نتكلم. لو انا عندي مسج اي بي سي بعمل زي مالتيبلكسنج كده، بطلع الاول اي 1 بي 1 سي 1 بعدين اي 2 سي بي 2 سي 2 وهكذا، بفضل اعدي عليهم واحده ورا الثانيه. يعني باخد هنا من سامبل من A1 وبعدين سامبل من A2 من B1 وبعدين سامبل C1، والناحيه الثانيه بعمل ايه؟ برجع اوزع. ده ياخدها ادي A خد A1 بعدين خد انت B2 B1 بعدين C1 وبعدين A2 وهكذا. الشكل ده انتوا شايفين ايه اصعب؟ يعني ايه المشكله اللي ممكن تقابلني في حاجه زي كده؟ الريتس. الريتس ممكن تبقى مشكله ان انا لازم ابعت بريتس عالي قوي قوي عشان الم الاجابات من كل الناس او ابعت اعمل لهم السامبلنج بتاعهم كلهم. ايه التاني؟ اخر مرحله ان انا اوزعهم ليه ممكن تكون صعبه؟ احتاج تايم بتاعي ان انا اوزع تك 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 وبعدين ارجع تك تك تك. انا هنا محتاج ليفل اعلى كمان من السينكرونايزيشن اسمه فريم سينكرونايزيشن، مش بس اللي احنا اتكلمنا عليها كاريان سينكرونايزيشن اللي خدتوها قبل كده او البيت سينكرونايزيشن. انتوا محتاجين فريم سينكرونايزيشن، محتاجين ما بين الترانسميتر الناحيه دي والريسيفر الناحيه دي يبقى فيه ايه؟ تبقى سينكرونايز سوا، لازم يبقى فيه سينكرونايزيشن ما بينهم ان البتاع ده بيلف بنفس السرعه بالظبط عشان الاي تروح للاي والبي تروح للبي، والا الرسائل هتبتدي ايه؟ تتداخل سوا.
طيب ده كده المنظر اللي بيبقى عندنا. هنعرف هنا حاجتين، انا عندي سيجنال 1 وسيجنال 2، نفترض ان انا الاثنين دول بس بعمل لهم تايم ديفيجن مالتيبلكسنج بام، يعني هو معمول لهم بام وببتدي اعدي الواحد واحد اخد البام بتاعته السامبل بتاعته. في فرق ما بين تي اس وتي اكس، هو ايه تي اس وايه تي اكس؟ تي اس هي التايم سامبلنج، بحسبه ازاي؟ من السامبلنج بتاعنا ثيوري، سامبلنج ثيوري بتقولي ان هو مرتبط بايه؟ اعلى فريكوانسي موجوده في السيجنال. تي اكس ده اللي ما بين كل سامبل وسامبل. ايه اهميه تي اكس بالنسبه لي؟ هي بتحدد لي قد ايه الباس بتاعتي دي ممكن تعرض، هي ما ينفعش تعرض اكتر من تي اكس، صح؟ ده اكبر عرض لي انا. طبعا احسن انها تبقى عريضه. ليه احسن انها تبقى عريضه؟ علشان اولا كباند ويدث تبقى قليله، لان لما تعرف التايم هتقل في الباند ويدث. ثانيا علشان اقدر استقبل باور كتير، لو انا عايز اكيميليت الباور دي واشوفها فاقدر اشوفها احسن. طيب فانا عايزاها تعرض، ايه اكبر عرض هي ممكن توصل له؟ هي المسافه اللي ما بين كل سامبل والتانية. في فرق ما بين تي اس وتي اكس، خلاص متفقين على كده؟ تمام. ايوه ما فيش تايم بتوين تو ديفرنت سامبلز، يعني ما فيش ده تعريف. بنعرف الفريم ان هو التايم انترفال كونتيننج ات ليست 1 سامبل فروم اتش مسج، يعني لو عندي 10 مسج فانا الفريم هيبتدي مع مسج 1 وبعد اللي هي جايه من يوزر 1، وبعدين لازم اعدي في الفريم ده على ان يوزر 2 يبعت على الاقل مره، يوزر 3 يبعت مره، يوزر 4 يبعت مره، ممكن واحد منهم يبعت اكتر من مره بس على الاقل كلهم يكونوا بعتوا مره. ده تعريف الفريم عندي، ان at least one sample from each user، ممكن اكتر بس at least one. اوكي طيب عاده عشان نحقق السينكرونايزيشن بنزود ايه؟ بنزود حاجه سيمبل بيبقى لها فاليو معين معروفه بشكل معين بسميها ماركر. الماركر ده لازمته ايه؟ كلوك ريكفري، ده عشان نعمل سينكرونايزيشن. السينكرونايزيشن عندي، طب هنبتدي نعرف التعريفات المختلفه نشوفها بقى. تي اس هي سامبلنج انترفال، اف اس هي سامبلنج فريكوانسي، تي اكس هي تايم سبيسنج بتوين ادجيسنت سامبلز، ان النمبر اوف سامبلز، ان يو النمبر اوف يوزرز. هل ان بتساوي ان يو؟ النمبر اوف سامبلز في الفريم مش شرط تساوي عدد اليوزرز. ليه؟ لان ممكن يوزر اديله اكتر من عدد من سامبل. طب ليه؟ ايه اللي يخليني يدفع لي ان انا ادي اليوزر اكتر من سامبل؟ عشان هو ليه سامبلنج ريت مختلف. ممتاز، لان هو احتياجه اكتر، هو بيبعت بريت اعلى من الباقيين. فلو ايكوالي سامبلد هي دي الكيس اللي هيحصل فيها ان ان تساوي ان يو. تمام. ايه اقل باندويث، ايه اقل ثيوريتيكال باندويث ممكن اعمله؟ طب تعالوا نشوف. لو انا ايكوالي سبيس، يعني تي اكس هي بتساوي تي اس اوفر ان، صح؟ انا عندي التي اس بتاعتي اوفر ان، هيبقى ده التي اكس بتاعتي ما بين السامبل والسامبل. هقدر احط عدد اليوزر، اكبر عدد يوزر هحطه هو هيبقى الان بتاعي، وده نمبر اوف يوزر بتاعي. الريزلت سيجنال از كونسيدرد از ا نيو سامبل سيجنال ويز ريت ايكوال الكلوك فريكوانسي بتاعتي اللي هي اف اكس. بتاعتهم كلهم، لان انا بقول لك ايكوالي سامبلد. يعني ايه ايكوالي سامبلد؟ يعني ليهم نفس التي اس والاف اس، هما كلهم شبه بعض، انا بفترض ان كلهم شبه بعض. يعني انا في الكيس دي وانا بحسب المين وباندويث هنا بقول بفرض ان هم كلهم زي بعض، فادي في التايم هحطهم، هاجي اقول ايه؟ ادي الرقم واحد جنبه رقم اتنين بعدين رقم تلاتة، دي سامبل جات من رقم اربعة جنبها واحدة جات من رقم خمسة، وهكذا لغاية ما اوصل لايه؟ ان ده كده اسمه ايه؟ فريم، صح؟ طيب هي الباندويث بتاعي مرتبط بايه؟ بالتايم ده اللي هو اسمه تي اكس، احنا فرضينه تي اكس اللي هو اكبر فتره سامبل ممكن تاخدها. لو انا عايزه مينيمم باندويث يبقى انا بقرر من ان تي اكس لازم تاخد اكبر فاليو ليها، صح؟ اي السامبل واللي بعدها. هنا المسافه من السامبل واللي بعدها بيساوي عرض السامبل، لان انا خلاص بخليها تاخد اكبر فاليو ليها. ليه؟ لان انا عايزه اقل باندويث، صح؟ ده ما عايز اقل باندويث يبقى باخدها اكبر تايم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ طول الفريم. هنشوف كده دلوقتي.
هنا ليهم نفس التي اس بس هو بيتكلم ان جنرال. ان جنرال اه اللي انت بتقوله صح. هنشوفه في المسائل المحاضره الجايه. اتفضل. مش انا كده باجي على حساب الفريكوينسي كمان؟ انا بعرض التايم. بس انا كده يعني بحتاج يبقى كفريكوينسي دومين بريحه. ده انا بحاول اساعد الفريكوينسي دومين. اقصد يعني ان انا في نفس التايم انستنت بعمل تغيرات اصلا. ممكن سامبل طلع بسرعه سامبل نازله كده. ما هو كده كده لو انت هتعمل سامبلنج. الحل الثاني لو هو يوزر واحد ان هو هيبقى كده. هتبقى بتاخد السامبل بتاعت 1 كده صح؟ وبعدين 2 هتبعته امتى؟ ما انت كده ريحت في الفريكوينسي دومين. يبقى انت هتعمل بقى فريكوينسي ديفيجن مالتيبلكسنج بقى. تايم دومين طبعا. ما هو انت بص ده شايفين التايم ده في الفريكوانسي ايكويفالنت لايه؟ ايكويفالنت انت بقيت واخد مثلا فريكوانسي قد كده نفترض ماشي. لو انا بديل ليه ده اسمه تايم ديفيجن مالتيبلكسنج. ايه البديل ليه؟ ان انا سامبل رقم واحد دي هبعتها زي ما هي كده خلاص في التايم كله واجي ابعت 2 محملة على كارير كده هو ده 2 واجي ابعت 3 محملة على كارير كده هو يعني عالي قوي و4 وهكذا لغايه ما اوصل للكارير ان ده. ممكن اكمل شرح وبعدين نسال؟ طيب معيش قلم. انا معيش كل مره. انا انت شحاته اقلام هات. انت خدتوا فريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج؟ طيب كل ده بقى سوا هيبقى ايكويفالنت لايه؟ هيبقى ايكويفالنت ان ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 لغايه ما اوصل لان. نفس الباندويث هو في الاخر ماشي. فدي النقطه اللي انت يعني لما انا برد لك عليها ان انت هو كده انت مش جاي على حساب الفريكوانسي لان البديل بتاعك انك تعمل فريكوانسي ديفيجن مالتيبلكس لو انت عايز تشيل كل اليوزر. بس اوكي نشيل بقى ده ونرجع تاني للتايم ديفيجن. احنا بنتكلم على التايم ديفيجن. ده التي اس بتاعك لان ده من 1 ل 1 هيبتدي هنا تاني. فده التي اس. التي اكس اقل من او تساوي تي اس على ان. لان انا ممكن اخدها كده. واسيب مسافة في النص. انا لسه كنت بقول ايه؟ بقول يا جماعه عشان احصل على مينيموم باندويث فانا باخد اكبر تي اكس خلاص. فاكبر تي اكس هي تي اس على ام فعلا. اوكي يا جماعه. لا ايوه ايه 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 تي اس تي اس لو اختلفت اكس ايه اللي خلينا يعني لا تي اكس ما تتغيرش. ايه مشكلتك في تي اكس بتغيرها ليه؟ لا انا فرضا ان تي اس ثابته. تي اس ولا حاجه ما بتمثلش حاجه. بتمثل عرض السامبل هتبعتها بقد ايه عرض. فكل ما عرضتها كل ما كان احسن لك عشان الباندويتش يبقى اقل ما يمكن. بس ده اللي انا قلته من شويه. عندكم قصور واضح. والله بحبكم بس عارفه بس انا مش هقدر اتكلم عشان بحبكم والله بجد. انتوا لذاذ جدا بس عندكم مشكله وابقى. طب ماشي. انت اللي انت شايفه قدامك ده كانه كانك بتسامبل سيجنال بسرعه كبيره صح؟ هي كانها سيجنال جديده خالص بس ايه بتسامبلها كده صح؟ كانه بام جديد بتتعامل معاك كبام جديد. هو التغير بتاعه كل قد ايه؟ كل تي اكس. يبقى بدل ما هنتكلم على الاف سامبلنج هنتكلم على اف اكس. فيبقى في الحاله دي الباندويث الجديد بتاعي هيبقى ريلاتيف لايه؟ واحد على تي اكس صح؟ طبعا لو ده زيرو يبقى هو ده على واحد على تي اكس. فبنقول ان في الحاله دي المينيموم باندويث بتاعي بيساوي نص المينيموم فريكوانسي اللي ممكن اوصلها اللي هي نص ان على تي اس. اوكي؟ تمام يا شباب؟ ده كده الباندويث بتاع بتاع السيجنال اللي مبعوده على الشانل. ايه الفريكوانسي؟ انت دلوقتي عندك ده يعتبر كانه بام جديد
انت الشانل شايفاه ازاي؟ شايفاه كانه بيتبعت لها كل تي اكس حاجه جديده، فكان العرض بتاع السامبلنج بتاعك تي اكس بدل ما كان تي اس ايه لما واحد لوحده بيبعت، صح؟ يعني هو لو كان واحد لوحده بيبعت كان هيعمل ايه؟ اه كل تي اس حاجه جديده كان بيبعت كده. ادي واحد برضو هيبعت كده، واحد ده شغال طول الوقت. انا دلوقتي ما بقتش شغال واحد بس، لا واحد واثنين وثلاثه لغايه ان، فالتايم اتقسم عليهم. في التايم كل واحده بتغير كل تي اكس، فهي شايفها التغيرات كل قد ايه؟ كل تي اكس، فالباندويث هيبقى ريلاتيف للتي اكس بدل ما هو ريلاتيف للتي اس. عشان انا لسه شرحها من شويه ان الثيوريتيكال مينيموم باندويث انا مش شرط ان هو يبقى ريكت، ممكن يغير شكله وما ينفعش معايا. والله ده نفس اللي انا شرحها من شويه، انا عشان دي بالذات لما حطيتها في المحاضره خفت ان انتوا تيجوا تسالوني فشرحت اللي انا شرحته قبل كده. على ان اه تي اس على ان اه منها اول سطر بالظبط بتساوي تي اس على طب ده كده احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على تايم ديفيجن مالتيبلكسنج بام. ايوه حضرت المحاضره اللي فاتت؟ انا قلت ايه في اخرها؟ ممكن اخلي يوزر ياخد سامبلنج ريت يبقى له سامبلنج ريت اعلى لانه ليه باندويتس اكتر، ليه احتياجات اكتر. وقلت ضربت مثلا ساعتها ان واحد بيلعب جيمنج والتاني بيعمل مكالمه، فاكيد اللي بيبعت جيمنج كل 10 سامبلز منه هبعت سامبل واحده للاخ اللي بيتكلم في التليفون ده. لا محدش قال ان ليها اف اكس مختلفه، هيبقى الفريم نفسه بتحط ان انت عندك ادي واحد بيبتدي هنا خلاص هيتحط بعده مثلا مثال اهو تمام، واجي مثلا اتنين اهو نفترض ان هما ايه هيتقسموا على كام واحد. نقسم التايم ده الاول عشان بس ما شايفين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، أنا عندي خليها سبعة خليها تمانية خلاص، أدي سبعة تمانية خلاص أهو هما تمانية دلوقتي عندي تمانية تايمز خلاص. هاجي أدي اليوزر 1 سامبل واحدة وأدي اليوزر 2 قد إيه؟ اتنين. ليه اتنين؟ لأن يوزر 2 ده مهم بالنسبة لي، فأنا هدي سامبل واحدة يوزر 1 هدي له سامبل واحدة، يوزر 2 هدي له اتنين سامبلز، يوزر 3 و4 كل واحد فيهم ليه اتنين هما كمان، ويوزر 5 واحد بس. اعملها ازاي دي؟ اقوم على 1 2 2 2 1 يبقى كام كله على بعضه؟ 8 8 سامبلز مش كده؟ يبقى لازم اقسم الفريم بتاعي على 8 اللي هو التوتال عدد السامبلز، وبعدين ابتدي اقول لازم اوزعهم بحيث ان هم يبقوا ايكوالي سبيسد. فلو اتنين جه هنا يبقى ياخد فين تاني؟ هيبقى اتنين وبعده هنا تلاتة وبعد هنا اربعة وبعدين هاجي هنا احط الاتنين والتلاتة والاربعة، ويبقى هنا عندي الايه؟ يبقى واحد اهي مش هتتكرر غير في الفريم اللي بعده، ليها سامبل واحده في الفريم، اتنين متكرره مرتين ايكوالي سبيسد لان هي هتبقى من هنا لهنا في 3 تي اكس في النص، وبعدين عندها 1 2 3 تي اكس تظهر تاني الاثنين في الفريم الجديد بعد كده. خدتوا بالكم عملت ايه؟ يبقى كده انا اديت اتنين سامبل لليوزر 2، اتنين سامبل لليوزر 3، اتنين سامبل لليوزر 4، بينما خمسة وواحد كل واحد فيهم سامبل واحدة. حد عنده اي اسئله اتفضل. ده كده بيعتمد على كل بت، يعني كل بت بت واحده، هل انا ممكن ازود على البت ده؟ مش بت ده بام، ده سامبل. تمام ما ينفعش ازود على بس. ها العرض مش بت، السامبل
تي اكس اللي انا لسه كنت بقولك عليه هو تي اكس دون هو عباره عن في الحاله دي هيبقى تي اس اكبر تي اس عندك اللي هي تي سامبلينج بتاعت 1 هيبقى اكبر تايم اكبر تايم اكبر سامبلينج تايم على النمبر اوف سامبلز اللي عندك. تي اكس تعرفها هي المسافه ما بين كل سامبل والثانيه اصغر مسافه بين كل سامبل والثانيه اللي هي بتساوي نفس عرض البالس لو انا افترضت ان البالس واخده كل التايم بيبقى ليها تعريف بيبقى عندك تي اكس برضو ليها رقم وبيتقالك ان السامبل البالس بتاعتك ربع تي اكس خمس بس ما حدش بيعمل كده يعني ده ما حدش ايه اللي هيخليك تعملي كده هل في سبب ان انا انزل اخلي فيه وقت فاضي بس كلهم نفس التي اكس هو التي اكس ده بارامتر وهم بيبقوا مضاعفاته او هو هو لو ان يو مش فاهمه انتوا بتقولوا ايه خالص مش فاهمه انتوا بتتكلموا في ايه سؤالك علي صوتك عشان الناس بتتكلم دوشه يا جماعه من فضلكم ده نفس المثال اللي اتكلم هم قلنا كلهم في سامبلز ولا لا عشان هو بيقارن ما بين الاكزامبل ده وده اللي في اللي انا رسماه هنا ده ايكوالي سامبلد ده مش ايكوالي سامبلد بس هو ده اللي انت عايزه واضح انه مش ايكوالي سامبل بقولك هدي واحد سامبل اتنين اتنين سامبل هما سالوا سؤال كانوا بيسالوا على لما يكون مش ايكوالي سامبل هنعمل ايه فشرحت لهم بنعمل ايه سؤالك هي نتيجه ان لها فريكوانسي عالي فانا محتاجه ان انا اعمل لها سامبلنج بسرعه اعلى اوكي بتي اس محدد انا عارفاه اهو مفيش حاجه اسمها اصل انا لا اسقط خمسه دلوقتي واروح اجيبها ده فريم ستراكشر لازم المسافات دي تبقى ايكوال لازم تبقى ايكوال يعني مفيش حاجه اسمها هنا هحطها مثلا يعني ما ينفعش احط 2 2 وبعدين استنى الفريم التاني احط 2 2 مفيش حاجه اسمها انا هاخد تو سامبلز من 2 جنب بعضهم ملهاش معنى فاهمه ليه ملهاش معنى ولا مش فاهمه انا قصدي ان انا يعني مش مره محتاجه ان السن مثلا تتغير بسرعه قوي فانا محتاجه تطور عالي يعني ما انا مش متخيله ان ده سؤال بصراحه معلش اب سوري بس انا هشرح حاضر هشرح لك اللي انت بتقوليه ده لا بطل تسجيل انا تعبت متضايقه جدا انا متضايقه جدا اقفل قوي يعني انا يعني مش مصدقه هيرجع سجل خالص في فرق ما بين ان انا عندي سيجنال مفيش حاجه اسمها ان السيجنال دي جت في اللحظه دي اتغيرت بسرعه واللحظه دي اتغيرت بالراحه بمعنى ايه لو انا عندي سيجنال في التايم دومين بتعمل كده وبعدين بتعمل كده وبعدين تعمل كده وبعدين تعمل كده هل انا اجي اقول اعمل لها سامبلنج هنا بسرعه وهنا اعمل سامبلنج بالراحه انا عارفه والله العظيم عارفه استنوا بس لما اوصل للاخر لان في فاندامنتالز لازم تفهموها ما ينفعش اقول كده ليه ما ينفعش اقول كده اولا انا مش عارفه امتى هي هتتغير بسرعه امتى هتتغير بالراحه فانا مش هقدر امشي الكلام ده اللي بعمله ان انا باخد الفريكوانسي كومبوننتس اللي فيها كلها فببقى عارفه انها لغايه اف ماكسيمم معينه وعلى اساس اف ماكسيمم دي بحدد السامبلنج وبالتالي بيتحدد لي ان هو السامبلنج السريع ده حتى لو هي في اللحظه دي مش بتعمل اكزرسايزنج للسامبل السريع فانا هفضل دايما ماشيه بالسامبلنج السريع حتى لو هي ماشيه ايه ما بتتغيرش هضطر غصب عني امشي على السامبلنج السريع ده السامبلنج ثيوري بتقول كده بشكل واضح وصريح ما بتقولكش انك تقدر تغير السامبلنج في النص خالص طيب هل انا ممكن اجي اقول انا مش هعمل السامبلنج كده خالص انا هعمله كده وبعدين استنى وكده وبعدين استنى وكده وبعدين استنى وكده وبعدين استنى هل ينفع ده ما ينفعش اعمل السامبلنج كده لان انا كده مش هشوف السيجنال السامبل لازم يكون ايكوالي سامبلد لو عملت كده انا مش هعرف يعني ممكن اخد 10 سامبلز اجمعهم واخدهم كلهم 10 هنا
وبعدين افضل ساكته فتره وبعدين اخد 10 كده وافضل فتره ساكته. هل ينفع الكلام ده؟ هل ده هيريبريزنت السيجنال؟ لا ما ينفعش، مش هيريبريزنت السيجنال، مش هعرف اريكونستراكت السيجنال تاني، هيحصل ديستورشن للسيجنال. طيب الا لو، هقول الا لو، اللي ما يفهمهاش مش مهم، الا لو كل واحده على حده هي عباره عن تي سامبل سليمه وبعدين عملت لهم اوفرلابين كده، فكاني فرضه ان انا بعمل دبل السامبلنج ريت وبعدين بعملهم على بعض، ماشي؟ الا لو كده، بس احنا ما بنتكلمش على الكيس دي، انا بتكلم دلوقتي على ايكوال سامبل. خلاص يبقى انا لازم ابقى ايكوال سامبل بالسامبلنج ريت المعمول. طيب هل ده يعني اني لازم اترانسميت كده؟ كلامك هنا بقى يبقى مهم قوي. ليه؟ اللي انت بتقوليه ان انت، طب وايه المشكله ان انا ابعت 22 وبعدين استنى وابعت 22 وبعدين استنى؟ ده يحصل لو انا عندي بفرنج. هنا السامبلنج حاجه والترانسميشن حاجه. هنا انا بسامبل ايكوالي سامبلد، وان انا ابعتهم بعد كده لازقين في بعض دي قضيه ثانيه. ان انا ابعت السامبلز بتاعت اتنين ورا بعض ده لازم يكون في بفرنج، ان هو ياخد الاثنين ورا بعض وبعدين يرجع يفكهم يبعدهم المسافات ايكوال عشان ريكونستراكت السيجنال تاني. فما ينفعش ان انا اجي اقول ان اتنين هتيجي مكان خمسه هنا، ما ينفعش، لان ده هيخلي المسافه هنا مختلفه عن المسافه هنا. انا لما بريكونستراكت الفريم ده، لو انا بتكلم على ريال تايم فريم، لازم اريكونستراكته بحيث ان هم يبقوا ايكوالي سبيست، علشان ده بيرفلكت ان هم ايكوالي سامبلد، اللي هو الشرط اللي عليا. اوكي، ما ينفعش احرك اتنين، لازم اتنين تبقى المسافه دي هي نفسها دي، لازم تبقى التي اس اتنين مالتيبل اوف يعني ديفيجن من تي اس 1، تي اس 1 لازم تبقى مالتيبل من تي اس 2. ولما بنيجي نعمل فريم لازم نعمل كده. بمعنى لو انا عندي سيجنال اللي محتاج اخد مثلا في الثانيه 3 سامبلز وسيجنال ثانيه محتاج اخد 4، يبقى ما ينفعش، ما ينفعش ان انا اعمل لهم سوا مالتيبلكسنج، لازم يكونوا ايه؟ مالتيبل من بعض. ففي الحاله دي بقى على بالسامبلنج بيهم بحيث ان انا اخليهم مالتيبل لبعض. اوكي، حد اخر حته، اخر جمله، لو انا عندي السامبلنج بتاع يوزر 1 ويوزر 2 ما هماش مالتيبل من بعض، ما ينفعش. يعني انت هنا عندك تي سامبلنج بتاعت 1 دبل تي سامبلنج بتاعت 2 في الرسمه دي، صح؟ افرض انها ما كانتش دبل، كانت كسر، كان لازم واحده بيهم اعلى بالسامبلنج بتاعها بحيث انها ايه؟ يبقوا مالتيبل من بعض بحيث اقدر احطهم في نفس الفريم سوا. خلاص؟ ما يعني الاجابه على سؤالك، كلامك ينفع لو انا بفترض ان في بافرنج؟ ما ينفعش ان انا اعمل كده لو ما فيش بافرنج. احنا هنا بنتكلم على حاجه ريال تايم وبيعدي يوزع، فلازم يبقى ما فيش، لازم يبقوا ايكوالي سبيست. اوكي؟ شكرا ليكم. نخش بقى في بقيه الكلام. الكلام ده لو انا بام، لو انا مش بام بقى، لو عندي بي سي ام الوضع هيبقى عامل ازاي؟ لو انا بي سي ام هيحصل ايه؟ هيحصل ان نفس اللي انا بعمله بالظبط، هتتكون الشانل، هتتكون عندي، وبعدين هي التوتال. طبعا في حاجتين، يا اما انا بعدي اخد بي سي ام، يا اما انا باخد بام وبحوله لبي سي ام. فاهمين الفرق ما بين التو كيسز؟ يعني يا اما انا بجمعهم بام عادي جنب بعض زي ما جمعت دول وبعدين اعمل بي سي ام ليهم، كل واحده من دول احولها لبيتس، يا اما اصلا باخدها على شكل بيتس من اليوزرز. هنا في الرسمه دي فرضنا انها باخدها بام وبحولها بي سي ام، لو خدتوا بالكم في النص انا باخد تايم ديفيجن مالتيبلكسنج بام وبحوله لبي سي ام. تمام؟ طيب احنا كنا قلنا ان السينكرونايزيشن مهمه في التي دي ام عشان وانا بوزع. هل هي دايما مهمه؟ وهل مفيش اكزامبل للتي دي ام من غير سينكرونايزيشن؟ طيب قبل السينكرونايزيشن بتحصل ازاي؟ يعني بيبقى عندي سينكرونس تايم، بتبقى كونكتد الديفايسز في ماستر كلوك ليها، يا اما بيبقى في ماستر كلوك موجوده فعلا، سلك بيعمل كلوك بس، هو شغلانته انه يعمل كلوك، يا اما بعمل سينكرونايزيشن عن طريق دوائر سينكرونايزيشن. خلاص ده ببساطه كده، وسيبريت كلوك لاين او امبيدد ان داتا، يا اما بحطها زي الماركر، يبقى انا عندي يا اما على سيبريت لاين يا اما ايه
امبيدد في الداتا نفسها السينكرونايزيشن بتاعتي، يا اما باستخدام ماركر او باستخدام لاين كودنج بيسمح لي بان انا اعمل سينكرونايزيشن. خلاص الفريم لازم يبقى ماركر لان مفيش بيتس سينكرونايزيشن، لازم ازود حاجات توضح لي. هل لازم تبقى دايما سينكرونس؟ لا، في كيس ده التايم فريم بتاعي سينكرونايزيشن فيه هنا بتتحول بدل الماركر ما بيبقى عباره عن ماركر حاجه شكل ليه فاليو معين برقم معين بيتحول يبقى مجموعه من البيت بنسميها سينكرونايزيشن وورد بتتحط في الفريم بتوريني البدايه. اول ما الاقي مثلا ان انا عندي 10111 تخيل ان دي بدايه فريم على طول، يبقى انا عارف ان دي بدايه فريم. خلاص بتبقى حاجه معينه محدده وورد احنا محددينها بتعمل لها سينكرونايزيشن. هل لازم يبقى دايما السينكرونايزيشن موجوده ومفيش اكزامبل لحاجه ما فيهاش سينكرونايزيشن؟ لا، في اسينكرونس لاينز بتبقى في الحاله دي زي الكيبورد. الكيبورد هو بياخد كل اللي انت بتدخله من حتت مختلفه بيمالتي بلكس المسج ورا بعضها وبيطلعها الناحيه الثانيه. طب ليه في الحاله دي انا مش محتاج سينكرونايزيشن قوي؟ لان انا ما عنديش بدايه للفريم ونهايه للفريم، هو بياخد سامبلز منك وبيطلعها بيمالتي بلكسها ويطلعها الناحيه الثانيه. بس الشرط عليها ايه بقى الحاجات دي؟ الشرط عليها ان هي ما تبقاش سريعه قوي، يعني كل سامبل وبعدين ممكن يبقى في مسافات في التايم. انت التايب رايتنج بتاعك على الكيبورد مش بسرعه السيستم الالكترونيك سيستم، فبالتالي انت بالنسبه له بطيء جدا، فهو ممكن يعمل سامبلنج ليك مفيش مشكله. اوكي، ففي بعض السيستم التي دي ام بتبقى سينكرونس، بس دي سيستمز قليله قوي 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 وتبقى يعني سبيشال كيسز كده ان هو يعملوا تي دي ام من غير ما يكون في سينكرونايزيشن. والشرط عليها ان ما تبقاش حاجات ورا بعضها كده، شايفين المنظر ده؟ لا ما ينفعش في السينكرونس طبعا، بيبقى حاجات بتيجي وبعدين تايم فاضي وبعدين تيجي حاجه وهكذا. ماشي؟ ايه ده سينكرونس؟ لا ده البي سي ام، فبقولك في البي سي ام ما بتبقاش الماركر فاليو بقى، لا بيبقى وورد كده مبعوته. بي سي ام يعني تي دي ام بي سي ام، يعني ايه تي دي ام بي سي ام؟ بالس كود. انت ايه الفرق بين بام والبالس كود موديليشن؟ بالس كود موديليشن ده بيتس بقى، مش انت مش قلتي لي بيتس؟ قلت لك لا سامبل. ففي البام بيبقى بتبعتي سامبلز، في البالس كود موديليشن بتبعتي ايه؟ بيتس. فالماركر اللي عندك ده بيتحول لنوع يبقى سينكرونايزيشن وورد كده، فاليو معين ببعته، بيتس ورا بعضها معينه ببعتها، بدايه الفريم ونهايته هتتعرف بالشكل ده. يبقى عندك الشانلز المختلفه او اليوزرز المختلفين ويبقى ده الفريم بتاعك. عندك سينكرونايزيشن وورد وعندك انفورميشن وورد. سينكرونايزيشن وورد دي بتمثل عندك اوفرهيد، ده حاجه مضطره تدفعيها علشان ايه؟ عشان تعرفي بدايه الفريم ونهايته. في البام الماركر بيبقى ايه بالظبط؟ بيبقى فاليو محدد ارتفاع معين كده معروف. بس علشان هي بتبقى مجموعه بيتس جايه بشكل معين ورا بعضها. خلاص، ما هي بتبقى طويله ما بتبقاش قصيره قوي كده، فبتبقى مثلا ايه 2 0 1 0. ايه البروبابيلتي ان نفس الشكل ده يتكرر في الوورد عندك بشكل منتظم لفترات طويله بحيث ان هو يحسسك ان دي بدايه الفريم؟ يعني انت بتبقى عارف ان ايه دايما كل مثلا قد كذا بيجي لك 2 0 1 0 2 0 1 0 بتجي لك اهي، وبعدين ديتا، وبعدين تجي لك، وبعدين ديتا. ممكن تحصل في وسط الداتا انها تظهر لك، هتظهر لك مره فهتيجي تبص بعدها بالتايم اللي انت عارفه هتلاقيها مش موجوده، فتعرف ان دي داتا ما هيش هي. لا احنا بنتكلم على التكرار بقى، مش هتتكرر على طول يعني. اوكي، طب نبتدي بقى ناخد مثال. انا عارفه انه مش واضح قوي، يعني ممكن نحاول نكبر، حاول اجيبه لكم كده ونكبر بقدر الامكان. ده يا جماعه السيستم اللي مستخدم في التليفونات في نورث امريكا، يعني هو في تو سيستمز معروفين قوي، واحد اوروبي واحد امريكي لللاينز بتاعه التليفونات. التي دي ام زي ما احنا قلنا في الديجيتال شغال كتير قوي، بيشتغل في ايه بقى؟ لما انت مثلا عندك عارفين بوكس التليفونات، بوكس اللي بيبقى في الشارع ساعات ده الراجل بيقعد يصلحه ساعات، يعني بتاع زمان ده، ده بيجمع لاينز من مكان وكل مجموعه لاينز بياخدها يطلعها ايه سلكه، وبعدين السلكه دي تتجمع في حته تانية سنترال شويه، تتجمع اسلاك كتير، تتجمع وهكذا لغايه ما توصل في الاخر عندنا ايه على مستوى ليفل اعلى كانه هيراركي كده، عمال يجمع 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 وكلها بتتجمع تي دي ام. اتفقنا؟ حلو. بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك انا كل 24 هجمعهم سوا، كل واحده فيهم
64 كيلو بت بير سكند فويس جاي لي لكل واحده فيهم ماشي فويس شانل واحده كل واحده فيهم فيرست ليفل مالتي بلكسنج. بعد كده السكند ليفل مالتي بلكسنج بيجمع كام واحده من الشكل دول؟ اربعه. يبقى شايلين كام فويس؟ اربعه في 24 تمام. الريت بتاعهم يبقى كام؟ المفروض يبقى كام؟ المفروض الرقم ده يبقى كام؟ المفروض ان هو يبقى 24 في 4. احسبوا لي كده 24 في 4 بكام؟ 96. هل احنا كاتبين 96؟ ليه؟ الزياده دي جت منين؟ لا دي السينكرونايزيشن اللي زادت. طيب بعد كده دخلوا الاربعه. لا سوري احنا بنتكلم ان هم 24 في 64. 24 في 64 المفروض يديك كام؟ ده اللي بعد كده هو 600. ما هو ده البويز. انا اسفه هتقولي سليم. كل واحد من دول كام؟ 64 يا جماعه صح؟ المفروض اللي طالع هنا يبقى كام؟ بيساوي كام؟ 1500 كام؟ 36. طب ليه هو كاتب لك 1500؟ ليه بتتحول ليه ل 1544؟ اللي بيزيد هنا ده السينكرونايزيشن بت. بزود عدد من السينكرونايزيشن بت ده السينكرونايزيشن وورد اللي عندي اللي زادت بتوصلني من 36 ل 44 خلاص. طيب ال 44 دول بيتجمعوا اربعات يبقى اللي يطلع بره المفروض يبقى كام؟ 4 في بيساوي رقم هتلاقوا ان هو كبر شويه. عشان ايه؟ عشان السينكرونايزيشن. تبتدي تجمع ليفل ورا ليفل ورا ليفل. هشوف الحسابات دي كلها دلوقتي بس يعني انا قبل بس بكتب لكم كده. ليفل الاولاني 4 وبعدين بيتجمعوا كل 7 وبعدين بيتجمعوا كل 6 وبعدين اخر ليفل خارج دي اس 4 بتاعنا بيتجمعوا عشان يطلعوا. شايفين الرقم ده كام فويس شانل بقى عندي؟ 864 8064 اللي هم كام؟ اللي هم الايكويفالنت بتاع ال 24 اللي في 4 في 7 في 6 في 2 خلاص. جمع كل دون يطلع لك العدد ده. تعالوا نمشي بقى واحده واحده ونشوف حسابات كل. ايه 3.3 دي يا جماعه؟ بنعمل باند ليميتيشن ل 3.3. كل فويس مسج بعمل لها ليميتيشن ل 3.3. ما دام هي ليميتيد ل 3.3 يبقى انا اقدر اعمل لها سامبلنج بقد ايه؟ 6.6. اكشلي بعمل لها لغايه 8 خلاص. فهي سامبلت على 8. الفريم تايم بتاعها بيساوي 125 مايكرو سكند. يعني ايه الفريم تايم بتاعها بيساوي 125 مايكرو سكند؟ اللي هو مقلوب 8 كيلو هرتز صح؟ يعني ايه بقى الفريم سايز بتاعها كده؟ يعني التي سامبل الاولانيه اللي خدتها من مكالمتك هرجع لك كمان 125 مايكرو سكند عشان اخد منك سامبل جديده خلاص؟ تمام. كل 6000 فوت بنعمل ريبيترز. كل 6000 فوت بنعمل ريبيتر. اتكلمنا عن الريبيتر قبل كده. بيعمل ايه؟ يصلحها السيجنال عشان يصلحها. كل سامبل انكودد باي 8 بتس. يعني ايه انكودد باي 8 بتس؟ انا هنا بحاول بي سي ام انكود باي 8 بتس. يبقى انا عندي كام كوانتايزيشن ليفل؟ 256 اوكي. عدد الليفلز بتوعي البيتس بير فريم. عدد البيتس بير فريم هيساوي كام؟ عندي 24 فويس كل واحده 8 بيتس بنزود عليها 1 بيت في بدايه الفريم فبيبقى عندي 193 بيتس. سينكرونايزيشن بيت في الاول بتطلع حط ماشي. البيت ريت فور تي 1 شانل بتساوي كام؟ عايز اعرف البيت ريت. يبقى اعمله ازاي؟
هو 193 مضروب المفروض ان هي 193 دي على التايم بتاعها اللي هو تي ايه اللي احنا عاملينه اللي هو 125 مايكرو سكند اللي هو 8 كي، يطلع لي في الاخر 1.544 ميجا بت بير سكند. اوكي دول عدد يعني ده الزياده اللي حصلت اللي عندي بسبب السينكرونايزيشن. اوكي ده التي 1 تي دي ام. تي 2 يعني افضل اوفر سامبلنج افضل، بس يعني هي ملهاش سبب، هو يعني كان ممكن يقف عند 4 ويعملوا اوفر سامبل كده، بس هو يعني عاده الفلترز هو في الحقيقه كامبلمنتيشن ما ينفعش نعملها بالظبط عند 4 لان ما فيش اوبتيمم فلتر هينزل كده، فممكن يجي لك فريكوانسي اعلى لاي سبب، ف يعني جاست فور يعني سيف سايد. يعني ده الفورمات بتاعنا، ادي البي سي ام بتاعي البورد الاولانيه، الثانيه 8 بيتس 8 بيتس لغايه ما اوصل اخلص في الاخر الايه بتاع عندي. هو هنا مش الفريمنج بيت حاططها في الاول اهي، فريمنج بيت في الاول، وده كله على بعضه 125 مايكرو سكند. بنفس الفكره بقى باخد 4 تي 1 عشان المالتيبلكسهم، بعمل ايه 4 تي 1 ار مالتيبلكس تو جنريت 1 تي 2 لاين. المالتيبلكسر من 1 ل 2 بيعمل ايه؟ بيزود 17 بيتس فور سينكرونايزيشن، فبيبقى نمبر اوف بيتس بير فريم هي 193 في 4 زائد 17، ده عدد البيتس في نفس التايم المفروض، فبالتالي يطلع لي نفس يطلع لي الريت الجديد ده. اول واحد 4 تي 1 لاينز 41 لاينز باخد 4 تي 1 ده اللاين ده، بصوا اللاين ده اللي خارج ده شايفه ده، ده بيسموه تي 1، فانا اخدت 4 تي 1 عشان اعمل لهم مالتيبلكسنج اطلع تي 2، وبعدين باخد 7 تي 2 عشان اعمل تي 3، وبعدين باخد 6 تي 3 عشان اعمل تي 4 وهكذا. اوكي تمام، فانا بقول في 4 تي 1 لاينز ار مالتيبلكس تو جنريت 1 تي 2. ام 1 2 مالتيبلكسر هو اسمه ام 1 2 يعني اللي بيحول من 1 ل 2 هو كذا. اوكي بيقعد 17 بيتس، فده النمبر اوف فريمز. يا جماعة ما فيش حسبة، ده ستاندر موجود انا بشرح لك دلوقتي، ده نظام التليفونات في نورث امريكا، ده نظامهم كده، ده نظام محطوط ما فيهاش حسبة. هو كان لهم اختيار بدل ما يحطوا 17 يحطوا 16 يحطوا 3 يحطوا 10، هم اختاروا يحطوا 17، الموضوع ما فيهوش حسابات خالص. انا بس بشرح لكم الارقام دي جت منين، ايه سبب ان الرقم طلع 44.73 بسبب كده، بسبب ان في عدد معين زاد. نفس الكلام 7 تي 2 لاينز ار مالتيبلكس تو جنريت 1 تي 3 لاين، فالام 2 3 مالتيبلكسر بيقعد 69 بيتس فور سينكرونايزيشن وهكذا. هناخد نفس الحسبه نفس الكلام عشان نوصل لايه البيت ريت بتاعي كذا، وده المالتيبلكسنج تي 3 لاين. ده سيستم تاني مختلف لو بصينا على تفاصيله، هتلاقوا ان هو بيجمع نفس الكلام في الاول ان هو 64 كيلو بت بير سكند، فهو شغال برضو على ان هو بيعمل 8 السامبلنج عند 8 كيلو بت بير سكند، يعني سوري 8 كيلو هرتز سامبلنج، وكل سامبل منهم 8 بتس فبيوصل ل 64 كيلو بت بير سكند. بس هنا بدل ما بيجمع 24 بيجمع كام؟ 30. في الليفل الثاني 4 4 4 واخر ليفل اعتقد برضو ايه 4، ده اسمه CCITT، ده نوع تاني من التليفونات، ده النظام الاوروبي بيشتغل على المالتيبلكسنج بالطريقه دي. اوكي نفس الحكايه نفس الحسابات، تقدروا تكتشفوا بسهوله برضو عدد البيتس اللي اتزودت بالريتس اللي طالعه في كل واحده فيهم. تمام يا شباب نطلع من البتاع ده نخش في الدلتا موديليشن. ايوه ده بت مالتيبلكس التاني بتدي مالتيبلكس بتوزع بقى، يعني ده ممكن يبقى اب وداون في نفس الوقت. هو اللي بيحصل اكشلي ان كل الكلام ده بيوصل عندي في السنترال، يعني ببقى عارفه ان الكول دي رايحه في المكان الفلاني والكول دي رايحه في المكان الفلاني، فبرجع اوزعها انا مثلا سنترال الدقي دون ودون هيروح سنترال رمسيس، وده وده رايح سنترال شبرا، وبعدين هو بقى بالسنترال عارف ان المسج دي رايحه في كذا، ده بقى عمليه السويتشنج بيبتدي سويتش ويودي الحاجات في مكانها، وبعدين في الاخر الاسلاك بيبقى يعني بتبقى رايحه جاجعه ما فيش فيها مشكله يعني. تمام الدلتا موديوليشن
نركز مع بعض سيكا ارجوكوا يعني ماشي سيكا وبعد كده خلاص هتلاقوا الموضوع سهل. احنا يا جماعه بنرجع ندرس الكوانتايزيشن لقينا ان الكوانتايزيشن انا كل بتاع اللي فات ده كنت بعمل كل واحده بتحول لي ل 8 بيتس. هل انا محتاجه اعبر عن الموضوع في 8 بيتس؟ هل في طريقه ممكن افكر بيها بحيث ان انا بدل ما اعبر عنها في 8 بيتس اقولها بطريقه اسهل؟ طيب دلوقتي السيجنال بتتغير صح؟ فانا باخد سامبل ليها وبعدين بقى بعملها كوانتايزيشن. ما تيجوا نستفيد من تغير السيجنال الاصلي. هي سيجنال لما بتتغير بتتغير حاجات عاليه قوي مختلفه قوي 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 ولا حاجات بسيطه؟ سامبل لسامبل المفروض ما تبقاش حاجات خرافيه، المفروض ان انا باخد سامبل كفايه يعني. طب ليه ما اقولش اب 4 داون 2 اب 4 3 داون 1؟ يعني بدل ما كوانتايز الفاليو كام اقول لك مثلا ده 6 فولت ده 5 فولت ده 10 فولت، لا اقول ايه من 6 ل 5 يبقى ايه ناقص 1 زائد 4، يبقى انا بتكلم على الديفرنس. مش متوقع ان الديفرنس يبقى اقل في القيمه ولا متوقع يبقى اكتر؟ انتوا رايكم ايه بالظبط؟ ده اللي اسمه دلتا موديوليشن. عموما الدلتا موديوليشن ان جنرال يعني بتتكلم على الفروق، بتتكلم ان انت من سامبل لسامبل انت كوانتايز او تقول الفرق بس، عشان ده هيبسط عليك العمليه. ده منظر سيستم اولاني وهنبص عليه بالتفصيل، وبعدين في منظر لسيستم بعد كده هنبص عليه بالتفصيل. في الاول بعمل لو باس فلتر ليه؟ عشان تبقى باند ليميتد انالوج سيجنال، ابقى انا عارفه انا بتكلم على سيجنال حجمها قد ايه. بعمل سامبلر بيتوقف عليها يطلع لي ايه؟ اي حاجه بام، طلع لي بام. بعمل ايه في البام ده؟ البام اللي موجود دلوقتي والبام اللي من شويه بقارنهم ببعض، بطرحهم من بعض، والطرح ده هو ده اللي بعمل له كوانتايزيشن. متوقع في الحاله دي ان انا هكوانتايز كده بشكل حاجه اصغر ولا حاجه اكبر؟ اصغر بكتير. يعني هي تغيرات مش ضخمه، فهكوانتايز الفرق وبعدين اروح اعمل له انكودنج. وعند الريسيفر هستقبل بالشكل العكسي اهو بي سي ام، خلاص ديفرنشال بي سي ام او دلتا بي سي ام، بيسموه ديفرنشال او دلتا بي سي ام. هريجينيريت السيركت بتاعي، اعمل ديكودنج للفاليو ده كام، يطلع لي ديفرنشال بام. اخد الفاليو الديفرنشال ده اجمعه على الحاجه القديمه اللي عندي، لما اجمعه على الحاجه القديمه اللي عندي هطلع الحاجه الجديده، اعمل ريكونستراكشن فلتر ولوباس فلتر، يطلع لي من بام يتحول تاني يبقى السيجنال الاصليه. خلاص حد عنده مشكله في الكلام ده؟ اسال. لا 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 لا، ما انا المفروض هنا انا عندي كوانتايزيشن ليفل يعني قليل، يعني انا عارفه ان هو من السامبل لسامبل فممكن يعمل تغير كامل. ممكن انا في الحاله دي يا اما يعني شايف المنظر زي ده كده، لو انا التغير العالي قوي ده ما بيحصلش، probability بتاعت حدوثه قليل قوي بالنسبه للتغيرات القليله، فبالتالي انا ممكن اشتغل على ان انا اخد الديفرنس ما بينهم. بس لو انا قررت زي ما انت بتقول كده، لو انا قررت ان انا لا انا مش هعمل الديفرنس، انا ممكن اعمله ديفرنس بالكوانتايزيشن كله او ممكن اعمله بكوانتايزيشن اقل. بس كل ما هقلل الكوانتايزيشن يبقى انا لازم اعمل اوفر سامبلنج الناحيه الثانيه عشان ما فيش حاجه تضيع مني، وده اللي هنشوفه في الكيس اللي بعد كده مش في السيستم الثاني. تمام. ما طب بص استناني اشرح الرسمه اللي بعد كده وانا هقول لك بالظبط احنا هنعمل ايه دلوقتي، لان اللي انت بتقوله ده هيحصل فعلا. خلاص ده سيستم واحد. في سيستم التاني الشكل مختلف شوية، ان انا جبت الكوانتايزيشن طلعتها قبل السيجنال ماشي، يعني بدل ما كان البلوك بتاع الكوانتايزيشن الناحية بره دخلته جوه، فده الاكويفالنت بتاعي ماشي. بعمل ايه؟ باجي اقول انا هعمل كوانتايزيشن للديفرنس، هعمل له كوانتايزيشن، والكوانتايز ده هرجع ادخله الديلي ده هيبقى هو ده اللي كان من شويه. يعني بصوا معلش نرجع بقى بره، شايفين المنظر ده هو ايكويفالنت للشكل ده
ايه؟ مش فاهم ده ازاي equivalent لده. انتوا اخدتوا سيستم صح؟ كنترول ما خدتوش كنترول خالص؟ ما خدتوش البلوك دياجرامز ازاي بتنقلوها؟ هي دي مش مهم. هي دي نقل البلوك دياجرام بس لما يكون عندك فيدباك. عارفين لما تنقلوا البلوكس وكده هو نفس ال خلاص؟ مش مهم تعرفوها على فكره ومش مهم تحفظوها اصلا كشكل يعني. انا مش هسألكوا في الشكل ده. بس ده مجرد بس الشكل بتاعه. ايه؟ علشان انت بتقارني واحده باللي قبلها السامبل باللي قبلها. اوكي؟ طيب. كل ده بقى بشرحه ليه؟ بشرحه عشان اخش في الجزء دون. ايه حكايه الدلتا موديوليشن؟ لو انا كوانتايزيشن دي انا بقول دلوقتي انا مش محتاج احط كوانتايزيشن كبير لان الفروق هتبقى صغيره صح؟ تخيل اخدت الموضوع ده للاكستريم قوي وقلت لك لا انا مش هقول يعني يعني كوانتايزيشن قد ايه ده انا هتكلم على تو ليفلز بس. بمعنى هقول ان السيجنال دي اكبر من اللي فاتت او اقل من اللي فاتت بس مش هقول اكتر من كده. هقول السيجنال دي اكبر من اللي فاتت او اقل من اللي فاتت. زي ما انت بتقول هيحصل ان حاجات تضيع مني لان ممكن يحصل تغير سريع قوي قوي وملحقوش. فبقول لك بدل بقى بما ان انا قللت قوي في الكوانتايزيشن انا هنا بوسع الكوانتايزيشن قللتها قوي بدل ما بقيت ببعت مثلا 8 بت بقيت ببعت بت واحده. فهاجي على نفسي بقى واعمل اوفر سامبلنج. يعني بدل ما كنت باخد سامبل كل قد كده والسامبل دي بعبر عنها ب 8 بت اكويفالنت للكلام ده انا ممكن اخد 8 سامبلز وبت واحده هيبقى السيستم هو هو صح؟ الكلام ده شكله بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى شكله عامل كده. لو انا هعملها يعني عشان تبقى ايكوال هتبقى كل سامبل منهم يا 1 يا 0 يا 1 يا 0 يا 1 يا 0 فهي ايكوال. لما اتكلم اهو سامبل كل تايم 125 مايكرو سكند بحولها ل 8 بتس انا هنا بقى هعمل ايه؟ هاخد 8 سامبلز كل سامبل منهم ويت واحده يا اعلى يا اقل يا اعلى يا اقل. فيبقى السيستم ده والسيستم ده ايكويفالنت لبعض كبتس كعدد بتس والشكل بالمنظر ده. ده هنا اوفر سامبلنج. شايف المنظر اللي انا بعمله؟ بعمل اوفر سامبلنج كتير وباجي اقول ايه البت الفاليو اللي عندي اعلى فيبقى 1 اقل يبقى 0 اعلى يبقى 1 اقل يبقى 0 اعلى 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 يبقى هو عمال يعلى 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 وهكذا. بنقول ان الدلتا موديليشن از ستير كيس ابروكسيميشن. يعني ايه ستير كيس؟ يعني سلالم ابروكسيميشن تو ذا اوفر سامبلد. اوفر سامبلد لازم تكون اوفر سامبلد في الحاجه دي فيرجن اوف ذا مسج سيجنال. تلاقوا ان الستير كيس هو واخد نفس الشكل مش كده؟ يعني ماشي نفس الشكل تقريبا. لو عملت له لو باس فلتر هيطلع لي المسج الاصليه. بتقابلني فيه ثلاث حاجات ثلاث مشاكل هنتكلم عليهم. بس مبدئيا لازم نعرف ان الدلتا موديليشن بيبقى اوفر سامبلنج. ده اول حاجه بنتكلم على ان الديفرنس بين الانبوت مسج والابروكسيميشن اللي انا بطلق اللي كوانتايز بتبقى تو ليفلز بس يا 1 يا 0 والسامبل ويل بي انكود يوزنج اونلي 1 بت. هيبقى لو انا زي ما انا بقول هيبقى هو هو هيبقى نفس الباندويث في الحاله دي. اوكي بيدي بيرفورمانس مختلف بعض الاحيان بيبقى اسهل كامبلمنتيشن اسهل لان ما بعملش كوانتايزيشن اصلا انا بعمل كومباريتور. ما بعملش حاجه ان اطرحهم. ده انا بدل ما بطرحهم بعض اروح اعمل كوانتايزيشن. ده انا بطرحهم من بعض لو بوزيتيف هبعت 1 لو نيجاتيف هبعت 0 وده اللي انا بعمله هنا. ماليش دعوه بناتج الطرح كام. ايه في حاجه اسمها دلتا او ديفرنشال بي اس ام دي ممكن تبقى ايه ارقام عاديه. لما بقول دلتا موديليشن لا دي بتبقى هي 1 بت خلاص. فده الديفرنشال بي اس ام او دلتا بي اس ام والدلتا موديليشن ده نفس الرسمه اللي هي كان السيستم رقم 2 بس معمول بكمباراتور بس الكوانتايزيشن بتاعته كمباراتور بس. يعني بدل ما بقول انا بعمل كوانتايزيشن انا بكمبير وبطلع 1 اور 0 على حسب هي اعلى ولا اقل. فيبقى ده هي كاني بعمل كوانتايزيشن ل 1 ل 2 ليفلز بس صح؟ تمام. السمبليفيكيشن بتاعت حاجه زي كده اهي. وركزوا معايا شويه في البلوك دياجرام لانها ايه يعني انا هنا يهمني ان انتوا تفهموا بس البلوك دياجرام دوت. انا بيبقى عندي سيجنال وعندي سيجنال جاي متاخره ده الايكويفالنت بتاعه. سيجنال والسيجنال الجزء المتاخر بتاعي الاكيوميليتد على بعضه
بقارن اللي جاي لي بالاكيوميليشن اللي انا مجمعاها الستير كيس اللي انا مجمعاه. لو اعلى من واحد بطلع واحد يعني لو بوزيتيف بطلع واحد لو نيجاتيف بطلع زيرو. ده اللي بيسموه 1 بيت كوانتايزر. ده رمزه ده ال 1 بيت كوانتايزر يا جماعه. ده الشكل بتاعه ده اللي هو الريسبونس بتاعه. لو اي حاجه بوزيتيف بيطلع واحد لو اي حاجه نيجاتيف بيطلع زيرو. خلاص فبيطلع المنظر الشكل اللي انتم شايفينه ده. فده توب سيت سمبليفايد بلوك دياجرام عندكم للدلتا مودوليشن. الدلتا مودوليشن ميزتها الاساسيه انها اسهل. اوكي اكشلي انت حتى يعني انت مش محتاج حاجه. انت لو خدت سامبلنج للاوتبوت بتاعك اللي طالع يعني انت ممكن تشتغله كله انالوج وتاخد الاوتبوت تعمله سامبلنج وخلاص هيطلع 1 و0 على طول. تمام. الدي مودوليشن هتبقى مجرد ان انا بقى انتجريت الحاجات اللي جايه لي الستير كيس اللي جايه لي دي عماله بقى انتجريتها 1 1 1 عماله اعلى 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 انزل انزل اعلى انزل انتجريت واعمل سموثنج ليها بلو باس فلتر تطلع لي السيجنال الاصليه ريكونستراكت السيجنال الاصليه. ايه المشاكل بقى اللي موجوده في الديزاين بتاعه الدلتا مودوليشن؟ ثلاث مشاكل. حاجه بيسموها الستارت اب انترفال وحاجه بيسموها الجرانولار نويز وحاجه بيسموها السلوب اوفرلود نويز. احنا موضحينهم في الرسمه هنا هنتكلم على واحده واحده فيهم. الستارت اب انترفال ايه مشكله الستارت اب انترفال؟ ابتدي بايه الاول؟ لو انا مبتدي بليفل لو هي جايه ليفل عالي وانا تحت هبتدي اطلع كتير قوي فوق ويبقى الحته اللي عندي في الاول بايظه فبدايه السيجنال ممكن تضيع مني بتبوظ مني خلاص لغايه ما اوصل لليفل معين. فالستارت اب ريسبونس بتاعنا او الستارت اب انترفال بتاعنا مش كويس قوي مش حلو خلاص. دي اول مشكله. جرانولار نويز لو الستيب سايز واخده اس كبيره كده او دلتا كبيره كده والويف فورم ثبتت فتره ما بتتغيرش هنلاقي ان في نويز عندي انا عماله اطلع وانزل. فتيجي بقى تبص ليها يعني لما تيجي تعملها لو باس فلتر تبص ليها ايه عماله بتهتز حوالين الحته الثابته بسبب الجرانولار نويز اللي عندي هنا. فلما السيجنال بتقف الستيب سايز لو كبيره تبص ليها عماله تطلعني وتنزلني كتير بدون داعي مش صح. اوكي ده عشان الجرانولار نويز بتاعتي بيسموها جرانولار نويز. بتحصل امتى؟ لما يكون السيجنال ثابته فتره طويله. طب العكس بقى حاجه بيسموها سلوب اوفرلود ديستورشن لو السيجنال طلعت بسرعه فجاه وانا بتاخر يعني عمال اخد الستيب ستيب ستيب دي سببها ايه؟ سببها التايم بتاعي ان انا باخد السامبل هنا. لو انا عامله اوفر سامبلنج سريع كان ممكن يكون افضل شويه بس طب انا كده هزود عدد البيتس اعمل ايه بقى؟ ازاي اقدر احققها بسرعه السلوب اوفرلود ديستورشن؟ تعالوا نشوف مقاييسهم بنقيسهم ازاي جرانولار نويز دي والسلوب اوفرلود ديستورشن وبعد كده نشوف ازاي بنحل المشكله دي. عشان نافويد حصول السلوب اوفرلود لازم دلتا المسج اوفر دلتا تي اللي هو السلوب اعلى سلوب موجود عندي في المسج يبقى اقل من او يساوي الدلتا بتاعتي اللي هي الستيب حجمها قد ايه اوفر تي اس صح؟ تاني انا السيجنال بتاعتي بتطلع كذا بالمنظر ده لازم الارتفاع ده التفاضل ده يكون اقل من لو اخدت دلتا اوفر تي اس. دي الدلتا ودي التي اس دي الدلتا ودي التي اس. فلو الدلتا اوفر تي اس دي كبيره كفايه هلحق السيجنال اللي بتطلع بسرعه لو صغيره مش هلحقها صح؟ ده السلوب اللي هنا عندي يعني كاني بقول ان السلوب ده يبقى نفس ايه يبقى اكبر من السلوب ده عشان اقدر الحق. الجرانولار نويز بقى الجرانولار نويز لو رجعنا لها هتلاقوا انها عامله زي ايه حاجه احنا رسمناها قبل كده الكوانتايزيشن نويز نفس الشكل عشان تصغر بقدر الامكان او تبقى صغيره قوي. جرانولار نويز دي حجمها قد ايه؟ هي اكشلي دلتا سكوير اوفر 3 ده ال 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 الباور بتاعتها يعني سيجنال نويز ريشن عندي هتبقى السيجنال اوفر جرانولار نويز سيجنال دي هي السيجنال بتاعت النويز جرانولار سيجما سكوير اوفر 2 اوفر 3 ده النويز حجم النويز اللي عندي. عشان اصغر النويز دي محتاجه اصغر ايه؟ صغر الدلتا. هل تتوقف على التي اس؟ ما تتوقفش على التي اس صح؟ اصغر فوق التي اس واصغر الدلتا. هو باشمهندس بيقترح اقتراح ان انا اصغر الدلتا قوي 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 بس قدام تصغير الدلتا قوي قوي لازم اكبر التي اس قوي 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 قوي
اصغر التي اس. طب هي ممكن تنفع تصغر؟ انا اكبر السامبلينج اوفر قوي. باخد ما خلاص يبقى انا بنقل السيجنال كلها يعني مش هينفع. ما انا عايز اوصل. طيب اللي بيحصل بقى تفكير مختلف شويه. احنا بيبقى عندنا اوبتيمم فاليو، يعني احنا لو زودنا قوي الدلتا بتاعتي بيحصل ان هنا بيحصل ان جرانولار نويز فور سيرتن تي اس، يعني خلاص انا تي اس سامبل بتاعتي واخدها بلاقي ان جرانولار نويز زادت قوي. لو عملت لو صغرت الدلتا قوي بيحصل ان انا السلوب اوفرلود، بيحصل ايه؟ بيبقى هو المشكله كبيره عندي. فبيبقى في اوبتيمم فاليو، المفروض ان الديزاين بمعادلات معينه بنوصل للاوبتيمم فاليو ده بنحدده، بنشوف النويز هنا قد ايه والنويز هنا قد ايه، وبيعملوا معادلات بيوصلوا للفاليو اوبتيمم. خلاص ده سوليوشن هما يشتغلوا على الاوبتيمم فاليو. طب ايه السوليوشن الثاني العملي؟ حاجه اسمها ادابتيف دلتا موديوليشن. هو ليه الدلتا لازم تبقى ثابته؟ ما هو في الحتت السريعه اللي طالعه بسرعه اعمل دلتا كبيره، وفي الفاريشن الصغيره استخدم دلتا صغيره. طب وانا هعرف ازاي ان هي سريعه او هي بطيئه؟ طب وانا اعرف الاسلوب بطريقه سهله ازاي؟ خد بالك ان لازم انا اعرفه والريسيفر برضو يعرفه، يعني لازم دايما ما ناخدش حاجه كده لوحدنا، الترانسميتر ياخد قرار والريسيفر ما يعرفش. اعرفه ازاي؟ طب والريسيفر هيعرف نتيجه الديفرنس ازاي؟ اذا كان هو بيستقبل نتيجه الديفرنس. طب تخيلوا ان انا عمال اقول لكم سيجنال كده، عمال اقول لك ايه؟ اطلعي 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 اطلعي، هيكون رد فعلك عليا ايه؟ اه انا بسيب قوي بقى فزود. طب ولو عمال اقول لك اطلع انزل اطلع انزل اطلع انزل، انت هتحسي بايه؟ ان انا سابر. طب ايه رايكم ان الستيب سايز يتوقف على الكلام ده؟ الستيب سايز لو لقى ان جاي له اطلع اطلع مرتين ورا بعض، المره اللي بعدها يطلع سريع او يبقى الدلتا بتاعته كبيره. ولو لقاني بقول له لا اطلع انزل اطلع انزل، يبقى هو هيشتغل على ستيب صغيره. فهو بيبقى عنده ستيب صغيره بيشتغل بيها، والستيب دي لما يلاقي ان اللي قبل كده شبه دلوقتي عمالي اطلع اطلع، انا ماشي بنفس الاتجاه ماشي بطلع على طول، فبيكبر حجم الستبس. لو لقى ان انا بنزل على طول نازل 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 نازل، بيكبر حجم الستبس. لو لقى نازل طالع نازل طالع، يعني كل شويه بتوجل الحاجه، بيرجع للستيب الصغيره هي اللي يشتغل عليها. خلاص زي الاكزامبل ده، لو بصينا انا جايب لكم الاكزامبل ده لانه بيوضح ثلاثه كيسز اكشلي، بيوضح المسج الاصليه، وبعدين بيقول لك لو المسج دي انا عندي الستيب اهو ده السايز بتاعها، لو استخدمت دلتا موديوليشن عادي همشي اطلع ستيب 2 3 4 5 6 7 8 9، همشي على الخط المنقط ده. هل ده انا لحقت فيه السيجنال الاصليه؟ طب لو مشيت بقى بالطريقه الادابتيف اللي انا بقولها لكم، انا هنا اطلع اطلع تاني يبقى هطلع ستيب اكبر، اطلع تالت يبقى هطلع ستيب تلاتة، اطلع رابع هطلع ستيب اربعة، اطلع خامس طلعت ستيب ايه؟ خمسة. انزل، طب انا كان الستيب بتاعتي خمسة فاصغر حجم الستيب اخليها اربعة، هلاقي نفسي اطلع يبقى هثبت على الاربعة، انزل ده يبقى هنا اطلع انزل يبقى انا عندي يبقى هنزل بتلاتة، اطلع وهكذا. لا ما انا لو طلعت وثبت لازم ابتدي، يعني لازم لما الاقي في توجلنج ارجع انزل تاني الستيب بتاعتي تنزل. فيبقى الستيب سايز بتاعي بيتوقف على كام مره جالي ورا بعض نفس الاتجاه، وتبتدي تنزل لو ابتدى الاتجاه يتوجل يتغير. اوكي يا جماعه؟ فده اللي بيسموه ادابتيف دلتا موديوليشن. اخر حاجه خالص حاجه اسمها سيجما دلتا موديوليشن هناخدها. تعالوا نبص نكبر برضو ونشوف. دي يا جماعة اسمها دلتا موديوليشن، دي اللي احنا خدناها اللي اسمها دلتا موديوليشن صح؟ دي اللي انا شرحتها من شوية، قلت لكم بنintegrate ده وبنقارن ما بينهم وبنشوف يا اما 1 يا اما 0، ده الايكويفالنت بتاعها صح؟ وعند الريسيفر هو عبارة عن انتجريشن ولو باس فلتر. حد عنده اعتراض على الكلام ده؟ تعالوا نتخيل ان احنا لعبنا في البلوكس شوية. شايفين الانتجريشن اللي هناك دي؟
انا اخدتها وحطيتها في الاول خالص تفرق معايا في حاجه؟ مش هي بلوكس ورا بعضهم؟ اخدت ده جبته في الاول خالص، تمام، جبته في الاول، حصل ايه بقى المنظر كده؟ طيب تخيلوا الانتجريشن اللي في الاول دي دخلتها بعد السميشن دي، المفروض اعمل ايه عشان ادخلها بعد السميشن؟ هو في ايه بره؟ في ايه؟ ايه اللي حصل دلوقتي؟ دخلت الانتجريشن من هنا ودخلتها من هنا واخدتها كومن ما بينهم هنا. دي بنسميها ايه؟ دي بنسميها سيجما دلتا موديوليشن، لاني بجمع سيجما، سيجما عارفين يعني ايه سيجما طبعا، سيجما اللي هي كانها انتجريشن يعني، فانت بتجمع وبعدين بتشوف الفرق، بتشوف الديفرنس. فدي ايكويفالنت للدلتا موديوليشن بس ببلوك دياجرام اسهل شويه. اوكي؟ انت بص، هو دلوقتي انت عندك هنا نفترض ان ده مثلا اسمها اكس ودي اسمها واي، انت عندك اكس اللي داخله لك دي انتجريشن اكس داخل لك ماينس انتجريشن واي، صح؟ مش ده بيساوي اكس ماينس واي وبعدين يعمل انتجريشن؟ فده اللي انا عملته هنا، فوق انا بتخش لي اكس بعمل لها انتجريشن وبعدين بتبقى جايه لي واي اعمل لها انتجريشن واطرحهم من بعض، الاولى والثانيه اللي هي فوق. شايف الانتجريشن اللي هناك اللي في الدي موديوليتر جبتها في الاول خالص تفرق في حاجه؟ لا، ما ده لينير سيستم. في اللينير سيستم يا جماعه مش ممكن تجيبوا ده قبل ده وبيبقى الايكويفالنت بتاعه؟ فذس از ا لينير سيستم. لو مش لينير طبعا يحصل زي ما انت بتقولي، اكيد ما ينفعش. خلاص يا جماعة عرفتوا سيجما دلتا موديوليشن بتعمل ازاي؟ دي اخر حاجة في المنهج، المحاضرة الجاية هتبقى حل اسئلة بس، تعالوا مستعدين.